وين ماما؟ ما باهي وين تحت؟ تعال شوفها بسرعة بسرعة. لينا جوانين من أكل ديكا. نحن جوانين من أكل. أكل؟ إيه؟ ما في أكل اليوم. شو هالمنظر؟ مين أنت؟ هلا كنا عم نسأل عنك. واحد جديد اليوم. ستايل جديد. اليوم ستايل جديد وكل شيء جديد. ما شاء الله عليكي، شو هالشعر هذا؟ شو؟ رأيك بقصت شعري الجديدة؟ إيمت قصتي شعرك والله؟ بس والله أمانة بيلبق لي قصة هيك ولا لا؟ هو كل شيء حلو عليكي بس يعني لا لا نو نو وقعت بالفخ وقعت بالفخ. هذا السؤال كان اختبار لك، لازم تقول كل شيء حلو. خبرة سنين ما اسعفتني، ما عم تسعفني خبرة سنين الزواج. انا شفته غير بنات عليكي احلى. كمان جبنا العيد، كمان جبنا العيد. مين انا بنات شفتهم عليه؟ انساتي بالمدرسة، انساتي لما كنت صغير. خلص خلص يلا، شو عم تعملين؟ الله يعطيك العافية. شو عم حلو ولا لا؟ حلو حلو والله حلو. هم يا جماعة هذا الاختراع هو عبارة عن وصلة شعر ما له حقيقة، يعني أنا ما قصيت شعري بس هيك تغيير شكل. مبينه؟ لا لا ابدا ما مبينه، والله من لون شعري. والله ما مبينه نفس لون شعري. هلا شوفوا انا نزلت لكم ريل على انستغرام وانا عم بركبها، فوقت كان شعري مفلوت اندمجت اكثر، بس لما الشعر مربوط حسيتها بتبين. بين الفرق. اليوم كمان الفطور جديد، رح اعمل لك بخبز البيجل. اها شيء صحي. شيء صحي، افوكادو وبيض مسلوق وهيك قصص. اهم شيء كاسه الشاي. انا عندي اجمع اهم شيء كاسه الشاي. وينه؟ مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، هلا بس نفطر ونروق ونقعد لانه لسه الدنيا الصبح. حنكشف صورنا ونحن صغار. انا حرفيا بالزور لقيت صوري ورولا، ما بعرف صور انا سيان ونصلي فرجتني اياها من شيء 7 سنين ما بعرفهم. فاليوم رح ننكش هيك الصور ونسترجع الذكريات ونورجيهم لميلا وبير لصورنا. ايه لشوف ميلا وبير لحيعرفونا او لا. هي شلون بيقصوها لافوكادو؟ هي هيك بتعمل. اول شيء لازم تكون سانن لي السكاكين يلي ما بيقصوا. والله كل يوم عم بسنن. والله ما بتسنن لي اياهم. شوف هيك، بعدها بتجيبوا معلقه. شغلتها بسيطه. تعملوا هيك طلعت هيك. لازم تكون مستويه اظن. ايه لازم تكون مستويه والا ما حتحبوها يعني. بس هاي هون اللي هي الصعبه التريك فيها، فانا بحب غز السكينه تبي اصبعتك وبعدها تدورها هيك. شو عشان ما تروح اصبعتي مشان هيك استخدم هالطريقه. حاس حالي هيك خرج اروح على مصيف على بحر على قصه هيك. اللبسات هي حلوه. هاي تنقايات رولا، شايفين يا جماعه الجمال والفلاوي. في طلبيه لازم اصور لهم الستايل كله اللي نقيت له اياه لحسام. الله. جاهزين؟ واو والله مع البلوزه البدي هي كمان كثير كانت لازمته، والقميص الابيض. بس شو بده نكوي؟ لا كوي بده نكوي. شو المستوى لسه امبارح وصلوا؟ شو لحق تلبسوا؟ على كل حال هلا حنورجيكم الطلبيات كلها الي وللبنات ولرولا، وانتم قيموا لحالكم ذوق رولا بجنن. قيموا ذوقي بكل الطلبيات. يس. اوكي فاصل اعلاني سريع قبل ما نرجع ونكمل فطورنا، بس حابين نحكي لكم عن تشكيله شي ان جديده للعيد. لعيد الاضحى شي ان حابب اخبركم انه في تخفيضات كثير حلوه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم. على فكره ما ضل شي للعيد حسام، لازم تبلشوا تحضيرات، تعملوا طلبياتكم، لانه لبين ما يوصلوا ويزبطوا وبجوز ترجعوا تبدلوا الله اعلم يعني. وهلا حابين انا وحسام نورجيكم اختياراتنا لعيد الاضحى من موقع شي ان. يس. اكتبوا لي رايكم باختيارات رولا لي يا جماعه عن جد هالمره.
شلون؟ شيء خطير. جابت لي ستايلات ما عندي اياها. هذول على فكرة كثير موضة هذول القمصان، كثير كثير. والله شيء رائع. فيا جماعة إذا حابين تستغلوا العروض وعروض العيد هلا، روحوا على موقع شي إن واكتبوا هذا الكود ليطلع لكم أحدث القطع والقطع الترندي الموجودة بشي إن، ضروري تستخدموه. وكمان جبنا لكم كود خصم باسمنا بيخصم لكم 15%. رح يطلع هون على الشاشة، استفيدوا من الخصم. هو كل شهر في كود خصم جديد، وكمان انا طلبت كثير قطع من شي ان، ان شاء الله رح انزلكم لهون على انستغرام. يس، وشكرا شي ان لانه كنتوا جزء من هذا الفيديو. بنحبكم شي ان، وباي باي، رجعوا للفيديو. وهلا رجعنا لكم بهالطبخة الجميلة هاي. شو اللي عم تسوي هلا؟ عم تحطي لها ملح وقصص وهي؟ ايه اول شي انا نغرسها، بس انا كثير ضغرت الصحن. ضغرت الصحن وتورطت يعني. فبتهرسوها هيك بالشوكه، هي هرسها كثير سهل اذا كانت مستويه، اهم شيء تكون مستويه والا ما بتطلع طيبه. اخر فيديو طعموني ايس كريم، كانوا عم ياكلوا ايس كريم والاجواء جميله والجو حلو وحر، بس هون هولندا رجع البرد والغيوم والمطر. انتم شايفين صار له 3 ايام مطر متواصل، فالحمد لله خلصنا من الايس كريم. موضوع الايس كريم خلص، صار الفريزر عندي مليانه ايس كريم. ايه بس ما عم ناكل، كانت الخطه انه كل يوم ياكلوا ايس كريم عشان يخلصهم، اجى البرد ما عاد اكلوا ايس كريم. شكلي انا بدي خلصهم. وفي كثير ناس سالوني ليش حسام ما بحب الايس كريم، ليش عملت هيك؟ وانا بالفيديو ما حكيت لكم، الله الغباء، انا معي حساسيه بالاسنان فما فيني اكل ايس كريم، يعني من صغري بيجيني وجع هيك بضرب على الدماغ. يعني كل الناس اللي بتاكل ايس كريم بيلمعوا اسنانها يمكن. لا انا اللمعه قاضيه، لا ما ببالغ، هذا الواقع، انا ما بتقبل ايس كريم. عن جد حسام لما تعرفت عليه يعني حس حالي غريبه مني، لازم شيله يمكن. طيب ايمت بدك تعملي؟ جربنا كل انواع الكبه في العالم مثلا. هذا الفيديو، هذا الفيديو عليه القيمه. اعمله بس بشرط اسمعنا اطبخون. لانه كثير طيبه يعني، يلا نجرب. غزيه كمان، بيض مع افوكادو، اكثر شيء مغذي بالحياه. برجر، هي برجر دونتس قولت بيرلا. تعي ميلا، تعي كلي، يلا تعي. خطير. شلون؟ خطير، بجنن. هلا نشوف ميلا ويرلا اذا حيحبوهم. عملت لهم هون كمان، شوفوا لي هالصحون ما احلاهم. هذا الصحن على شكل توست، كثير شكله كيوت. ولسه شو هون؟ شوف عندك هذا الصحن على شكل حبه الافوكادو، شوف. نفس حبه الافوكادو. تقييمه كامله. وهي حبه البابايا. انت بتعرفي شكل بابا وماما وهن صغار بيبي؟ بتعرفي شكلنا ونحن بيبي؟ لا. بدك تشوفي شكلنا ونحن بيبي؟ لا. ليش ما بدك تشوفينا؟ لأنه لأنه ما بيبي، أنت خراب. بس كنا بيبي نحن، كنا مثلكم كمان صغار. أوكي، أخيراً جت اللحظة اللي حيشوفوا فيها ميلا وبيرلا أشكالنا ونحن صغار، بس قبل ما نبلش فيني وفيكي بدنا نورجيهم صورهم وهن صغار ونحن حنسترجع الذكريات. والله فكرة حلوة هاي الفكرة، لأنه من فترة من يومين كنت عم ورجيها لميلا صورتها وهي بيبي، ما صدقت وما عرفت حالها، صارت تقول لي مين هي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة. يا ميلا الحلو. ميلا هون عمرها تصور 3 شهور صح؟ لا 3 شهور عم تضحك؟ ايه ضحوكة، كانت بصغرتها ضحوكة جدا. ميلا ابدا ما كانت تضحك ابدا، عابسه على طول هيك، عابسه. كنا نعاني مع بطن قد ما حاولنا ما تضحك معنا. يلا شوف هالفيديو، مين هاي البنت؟ هاي انا. هاي ميلا ولا ميلا؟ سمكة بطة شافتني. احلى شيء انه هي بهذا العمر البيبي يكون هيك عم يعمل هيك هيك هيك، عيونه طايره في كل الغرفه. وينك انت؟ ما عندك صور؟ لا قصدي وينها هون، يعني وينها؟ ما هي موجوده بالصور هون. انت كنتي لسه ما جيتي، كنتي بطوني. هاي الصوره كانت اول لحظه ميلا بترضى تشيل بيرلا فيها، بعد شهر يمكن او شهرين كانت ما بتقبل تقرب عليها وفي غيره. كانت ايه في غيره وما تقبل هيك تخانق معها. هون اول لحظه عن جد بتلفها وبتحطها بحضنها. انبسطنا وقتها كثير. تعالوا نشوف مين هدول، قول لنا مين هدول؟ مين هدول؟ يا احلى صوره، كثير بحبها.
لخنه. يا مين انت؟ لخنه. مين لختو؟ لخنه. هاي مين هاي؟ شو اسمها؟ بيلا. بيلا وعرفت حالي انتي. يلا اللي بعده مين هاي؟ ايه؟ كيوت هاي. اتذكرت هلا هذا يوم بدها تعمل هي الحركه. او ماي جاد. هون بلش الاكشن، بلشت تتحرك وتتحرك المكان. شقاوه هون. هون بلشنا نحس انه اوه والله البيبي مو بس من طعمه ومن شربه كمان بتشاقى يعني. مصدومه مصدومه. هلا هي مين هون؟ هي نفسها هاي؟ هلا هي نفسها ميلا؟ هي ميلا؟ شبهها صح؟ مين هدول كمان؟ هدول؟ شفتها الصورة؟ دبدوب ودبدوبة. هدول بالمطعم اللي كنا كثير نروح عليه، كنا المطعم ما نتكنس منه. رحنا عليه من كم يوم، رجعنا بالزمن لورا شوي كمان، شو هاي الصورة؟ اوه قبل ما تجي. واو هاي الصورة كثير بتعني لي. هابي بيرثداي؟ هي مثل هابي بيرثداي يعني. مثل هابي بيرثداي. هون وصلنا 100,000 على قناة العائلة. ياي. هي أنا. هي مينا. هون أنتِ كنتِ ببطون الماما لسه. طب وين أنا؟ وين انتي؟ انتي بطون ماما. زعلت. خيانة والله، عايشين كل هاللحظات بدونك. راح احداث عليها كثير احداث. بس لحظة هون بهي الصورة ال 100,000 يا جماعة عن جد كثير كثير تعذبنا لما تعبنا فيها كثير. تعبنا فيها كثير، يمكن سنة ضلينا لجبنا 100,000. سبحان الله هلا يعني صرنا 3 مليون وشوي وعلى قناتي مليون يعني. تخيلوا يا جماعة هلا شهريا قناتنا بتزيد مينيموم 100,000. ايه بس اول 100,000 طولنا فيها سنة ونص. تخيلوا يعني، تخيلوا انه سنة ونص تجيبوا 100,000 وهلا كل شهر 100,000. اوه ماي جاد والله كثير ممنونين لكم. بس اللي بيتعب بيوصل، وشكرا كثير لكم. ايه هي هي انا حبيت ليش اقولها لهالنقطة عبرة لأي حدا بيشتغل وبيتململ وبقول يا الله ما عم بنجح ما عم بوصل، عن جد ضلوا اصبروا وكملوا لأنه بالأخير رح تلاقوا أضعاف أضعاف اللي بتتمنوا. صح. مين هاي؟ مين هاي؟ ميلا. ميلا شو بتعمل؟ الخشخول. الأبان. الأبان صح. على الروضة كان أول يوم لميلة بتروح فيه على الروضة. أوه ماي جاد كان يوم صعب بالنسبة إلي، بس هي كانت مكيفة يعني ما بعرف شلون. ما لاحظتوا يا جماعة قديش ميلة فرق شعرها؟ كانت صينية. كان شعرها أصفر أصفر يا أبيض آش، هلا شعرها غمق بس لساتها حلوة. يلا 1 2 3. آه يا ميلة. مين هاي؟ بيبي. مين هذا البيبي؟ شو اسمه؟ لا تقولي، استنى نشوف. بير ما عرفت حالها. هاي انتي. بير هاي انتي. هلا انا متغير الشعر. هون كمان. مين هاي؟ هون بلشت تكبر. انا عرفت حالها. عرفتي حالك. هون بلشت الشقاوة بعيونك. والله كان طبوشة هون. شو ما شاء الله الخدود. ما في صوت؟ ما في صوت. شو عم يسوي بابا فيكم؟ شو عم يسوي؟ عم طلق شكلكم. يي يي يي. يا وين هلا بقلي كان مثل شعري وهلا صار انا شعره بابا، بعد صار هي شعري، بعد صار انا شعره. رحنا على البحر. رحنا على البحر هون. حتى الطاقية. انا قلت هيك لانه كنت جاهزة اللي سبخت. اوكي هلا حتشوفوا فيديو والبنات حيشوفوا فيديو هنا ما بيعرفوا ولا حدا بيعرفوا، انا صورته بجوالي بدون ما حدا يحس. ما بعرف اذا الاولاد بتعرفوا. 1 2 3. او ماي جاد. ميلا شو عملتي؟ ميلا شو عملتي؟ يا يا عرفانة شو عم تعمل؟ هي وقت كنت صغيرة كانت تعمل شي غلط ميلا تعمل ايه صح. انت ليش كنتي عم تنكشي الخزانة؟ عشان دخلتي خرفتي الخزانة كله. ليش هيك نكشتي؟ شفتي ميلا شو عملت؟ عذبت. سبحان الله عمرها 4 سنين وشوي وتطلع حالها شو انا عم بعمل يعني. ايه استغربت. اوكي هلا فيديو اول ما بلشت ميلا مشي. وانا عرفت وقامت عادي. يا كثير حلوة المتجاعدة. كأنه غير بيبي والله، تغيرت كثير هون. هلا بعد ميلا ما تعلمت المشي بهلا كمان نشوفها هي عم تتعلم المشي صح؟ اوبا. يلا امشي. يلا تعال. عم تتعلم بالسلم. تعال.
لا هي اسلوبها مختلف طح الشاي. لا هي اسلوبها بتعتمد على الشاي. شو شقاوي شقاوي هون بيت فاضي ليش؟ ما بعرف. ها عم غير الفرش. عم غير الفرش؟ عم غير الاساس هون. واو ما شاء الله عليكي كفو والله. واو والله كثير كيوت ذكرتي. شفتيها هي مين عم تمشي هي هون؟ مصدومات مين وغيرها؟ في صدمة على الوجوه. مصدومات هون مرات قاعدين ومركزين. طولوا بالكم طولوا بالكم هاي بيلا اللي قبلها انت اللي قبلها انت هيك وقعتي على راسك هيك بق هيك وقعتي تعال شوف كمان فيديو لميلا عم تتعلم من ميفو. تعال ميلا تعال يا الله ذكرت بيتنا القديم ذكريات والله مش اخرة الاكل اكلات هاي اكلات اخبى كثير هلا بكن يلا بدي ادوق منها اشتهيت عليها. هذا من احلى المقاطع اللي بنحبه انا ورولا يعني حتى اهلي كثير بيحبوا امي بتقول لي دوما بضل بعيده يعني حاسه هون بهي القعده مسلطنه مبسوطه جدا بسرعة غنية من مخها يعني مو طبيعي هلا بدي ورجيكي فيديو لما كنت صغيره كنت كثير عنيده هيك وتعصبي تصيري بوس عصبيه شوفي شوفي ليش مين تذكرتها هاد يلا روحي كسرتي كسرتي حاج يلا حاج يلا روح العبي شفتي كنت عم تخبطي هيك اللابتوب جاهزين شوف اللي بعده ها بيلا بتعذب وبتخرب مين هاي؟ يا هي انتي يا كيف قد الفستوكة هيك انت هيك 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 انت عصبت عصبت هي انت هي زيادة هي انت هي هون بيرلا عم تسبح تعالوا نشوف بيرلا عم تسبح ايه ورجونا بيرلا عم تسبح يا هذا اليوم صورنا فيديو كامل بهذا البيبي سبا عن جد كانت تجربة بتجنن بنصح اي حدا عنده بيبي يعملها والله عاشت يوم من الاحلام هيك استرخيت ودلعت وبيومها نامت كثير شوفوا احلى شو عم تسمع يعني بيبي عمره 6 شهور شو بيحرك ايديه واجريه وبيسبح هاي الطريقه الوحيده وهي ميلا قاعده بالثلج تعال شوف ميلا بالثلج شوف شو خايفه شوفي 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 ميلا خايفه تلعب بالثلج جمدانه مثل الصنم هيك هيك عامله لا عم تبكي ولا عم تضحك ولا شيء ما في والله الصنم كانه لعبه وهلا بدنا نشوف صورة ماما وبابا وهن صغار، اوكي؟ نبلش بماما شو رأيكم؟ ياس هلا شوفوا أنا ما عندي كثير صور فمانن واضحين كثير بس معلش جاهزين نشوفوا أول صورة لماما؟ واحد اثنين ثلاثة هلا هو أنا مين هي؟ هي ماما؟ تشبهها؟ ليش هيك شكلك؟ والله ما بعرف كان شعري قصير ما طولان السكن طب في صور احلى في طولوا بالكم هون لا ما في احلى يا الله هلا 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 صورة الصدمة اوكي او ماي جاد هي هاي وقت اهلنا كانوا يقولوا لنا والله لبسناكم احلى اهل بس تجوا بتنصدموا والله هي لبس العيد كون والله لبس العيد شو عجبك بتعرفوا ليش؟ لانه ايام زمان هيك كانت الموضة يعني هلا على فكرة رجعانة موضة الكولون الاحمر والله كنت على الموضة من صغري والله على الموضة من صغري طيب تعال نشوف هاي انا هاي الصورة بحبها هاي مع جدي بس ازور شوي هاي ماما رولا ماما لولا ايه كانت صغيرة ماما لولا رولا قولي رولا لولا رولا هلا بدي اورجيكم صورة هاي انا واختي شوفوا بالله هون اعمارنا مثل ميلا وبيرلا
نفس الشيء لفتها مثل ما ميلا لفت بيرلا. هاي خالة لوما وهاي لولا. حلوة؟ صورة فول اتش دي 4K. يلا هلا جاهزين تشوفوا صور بابا وهو صغير؟ يلا شوف الفضايح. واحد اثنين ثلاثة. هذا اللي واقف ورا هو مين؟ حسام. حسام اللي شايل، واللي من شال هو عبد اخوي. اه يا اخو حسام. هذا عم عبودة. هذا عم عبودة. هذا عم عبودة وهذا انا. شوفي لابس جينز والاناقه والموضه. شوفي شوفي. هلا هون انت كنت كبير يعني كان بلش يطلع شوي يتغير الموضه. طلع شواربي. وهاي الصوره. او ماي جاد. يا شوفي الجراب. زروا مين حسام. زروا مين حسام. حسام اللي لابس جراب لا رقبته. والله جراب وصلنا الركبة. وهذا الصغير البيبي هو كمان اخوي عبد. عجد؟ اوه انت كان طبوش كبير ما شاء الله. هون كبرت شوي وصرت شاب. وهي الصورة عند نواعير حمام. لحمام تخيل يا جماعة. صورة حقيقية وراي جمل. ابوي اخذ لي اللقطة هيك وقت عم يعدي الجمل. والله حلوة هالصورة. مبين انت وعبد من اللي هو بيبي رفقات. اصدقاء بكل الصور. حلو شكلي؟ طب مين احلى ماما ولا بابا؟ ماما وبابا. الله بابا. هلا حسيت صور ميلا وبيرلا كثير من العصر الحديث جنب صورنا، احنا صورنا كثير قديمة يا جماعة. كثير قديمين يعني كثير. خاصة نحن بلدنا فما عندنا صور منوعة يعني قدهم، عندهم كل لحظة في صورة، كل لحظة صورة. اوكي يا جماعة اكتبوا لنا شو رأيكم بالصور، شو رأيكم بفيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا. هاي ثلاثة هدول شو صار؟ أمي 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 ما بقى يشوفوكي أمي. شو أكثر صورة أو فيديو حبيتوا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. أنا بالنسبة لي هذا الفيديو اللي وقعت فيه ميلا الدعبة. وأنا كمان. وبس لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا على حساباتنا سناب شات موجودين بصندوق الوصف، وبطلعوا لكم هون. هلا صار لازم نودعكم ونقلكم بحبكم كثير. باي.